بسم الله الرحمن الرحيم، راح ناخذ في هذه الجزئية البسيطة موضوع كيف نتعامل مع رسم تنابس لوجانو لتحديد الانتقالات في اليو في فيزيبل سبيكتروم. راح ناخذ مثال عملي على هذا الموضوع ونفصله بدقة متناهية. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. Assign the bands in UV visible spectrum for vanadium, hexaaquavanadium and estimate راكا بارامتر اللي هي بي كابيتال اند دلتا اوكتاهيدرون. هذول الشباب اثنين هم اللي بدي انا اهتم فيهم واطلعهم في نهاية هذه المحاضرة ان شاء الله تعالى في المقهى. اذا انا عندي هذول الاوتنز اللي تنزل تحت، اوكتاهيدرون تنزل تحت شوي. طيب، بداية بي هي راك بارامتر ميجر اوف الفانكشن بتوين تيرمز، يعني اذا كان في اكثر من تيرم سمبل او في اكثر من تيرم سمبل لكل تنزيع انتقالي راح يكون بينهم نوع معين من التنافر، هذا يقيس مدى التنافر ما بينهم. اي على بي هذه وير اي از انرجي اوف اكسايتد ستيت ابوف ذا جراوند ستيت، وبي حكينا عن مثال اللي هو علشان نعرف. طبعا نروح المختبر ناخذ يو في سبيكتروم يطلع معنا هذا الرسم، اما الجهاز يعطينا اياه بدلالة النانومتر هون تحت 200 300 400 500، او بدلالة سنتيمتر ماينس ويف نمبر او اللمدة. طبعا نكتشف انه احنا بالتوزيع الالكتروني هون الفانديوم 4s2 3d3، لكن بما انه الاكوا هو نيوترال اذا الشحنة موجة 3 هاي هي عبارة عن شحنة الفانديوم، وبالتالي الفقد للالكترونات الفور اس بتاعت الفانديوم ثم الكترون من الدي 3، فيصفي معي الفانديوم عبارة عن دي 2 الكترون كونفيجريشن، ونتعامل مع رسم التنابس سيجنال دايجرام للدي 2 كونفيجريشن. الانتقال الاول هي اللي هو هذا، هو الانتقال الاول ناخذ عند الماكسيمم هاي طبعا 7000 للاسف 17200 سنتيمتر ماينس 1، وهون برضو بالمسطرة راح نلاقي انها 25600، يعني هيك تقريبا بهذا الشكل، أو بس عشان مش دقيق الرسم، فأنت تجيبوا مسطرة وارسم هتلاقوا 25600 سنتيمتر ماينس 1. الانتقال الأول راح أشير له بهذه الرموز اللي راح نشوفها الآن من خلال تنابس الجان دايجرام، والثاني راح أشير له بهاي الرموز اللي راح نتعرف عليها اليوم مع بعض. طبعا فاناديوم H2O6 الفانادي فيها موجب 3، وبالتالي راح يطلع معايا دي 2 الكترون كونفيجريشن. اروح اجيب رسمة دي 2 الكترون كونفيجريشن تاع التنابس وكان الدياجرام راح يكون بهذا الشكل. حفظوا معي كويس، لو اخذنا فول مايكرو ستيت فول تيرم سمبل اسف عن طريق المايكرو ستيت راح الاحظ هذه التيرم سمبلز الموجودة تريبلت اف سنجلت دي تريبلت بي سنجلت جي اند سنجلت اس. الآن هذا المحور راح يمثل لي E over D، ركز كويس فيها عشان نبنيها بعد شوي. وهون دلتا O، سوري مش كاتبها أنا، over D. تمام، هاي 0 هاي 10 هاي هتكون 20 إلى آخر 30 40، هاي نفس النظام 10 20 30 40 50 60 70، هاي 80. الآن الانتقالات المسموح فيها حسب قواعد الانتقالات اللي هي بطلع على ground state تعرف سمبل اللي هو تريبلت T1G، بطلع على المالتيبلسيتي تريبلت، لازم أنا انتقال المسموح فيه راح يكون من هون إلى 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 كم اخر في المالتيبلسيتي تريبلت. فلاحظ السنجلت هاي مش راح اهتم فيها بالمره، يعني انتقال من هون لهون ما راح يصير، انتقال من الجون سيت لهون ما راح يصير، سوري لهون ما راح يصير بتاعت مين بتاعت سنجلت، لكن لهون اللي هو فيها تريبلت بيصير. اذا عندي انتقال وهذا الانتقال الثاني وهذا الانتقال الثالث، هذول ثلاث فيهم تريبلت، و هذا راح نشوف ان شاء الله الان.
الآن حكينا في الشريحة اللي قبلها إنه أحد الانتقالات كان 25600، الانتقال الثاني كان 17200. بدي أسمي الرقم الأكبر A2 والرقم الأصغر A1 علشان نبدأ الحل ونبدأ نجيب المجهول B ودلتا أوكتاهيدرال. نقسم E على B تاعت 2 على E على B تاعت E1. طبعا B مع B راح تروح، يظل 25600 على 13200، يطلع معي هذا الرقم، هذا مفتاح الحل اللي راح نشتغل عليه. طبعا هون راح نبدأ ب proceed with trial and error، راح نبدأ بمحاولة التجربة والخطأ علشان نستفيد منها كويس. باخذ دلتا O over B اللي هو هذا الصف اللي هو ال x axis، نبدأ ناخذ قيمة 20، يعني عند الرقم 20 اللي هو هذا الرقم، نبدأ ناخذ خط طولي هيك بهذا الشكل. الآن لو رجعنا على القيمتين من الشريحة اللي قبلها، هنلاقي عندي انتقالين، قلنا تريبلت T1G لوين؟ لتريبلت T2G ولا تريبلت T1G تاع B. هذول الانتقالين بدي اهتم فيهم. تريبلت A2G هذا ما راح اهتم فيه لأنه الجاب تاع الانرجي عالي جدا، وبالتالي ما راح يظهر في نقطة اليو في في الزمن. طيب إذا أنا راح بالمسطرة راح آخذ خط من هون اللي هو هذا الخط الأزرق، شايفين هذا الخط هو تابع لليمين، هذا الخط سوري هذا الخط شايفين اللي جاي من تريبلت تي، هذا الخط باخذ منه بالمسطرة من هون نقطة إسقاط على الواي أكسس وبقرأ هذا الرقم، بلاقي هذا الرقم هو 32، لاحظ 10 20 30، هذا الرقم 32. لو طبعا راح نقسم هذه المنطقة لعشر أجزاء بالمسطرة وأحصل على الرقم 32 على E1 تابع على الانتقال الأول اللي هو هذا اللي هو أيضا في تريبلت T2G. رسم معي كويس هذا الخط اللي جاي هون، بالتالي أعمل إسقاط من هون على الواي أكسس أحصل على الرقم مش 20 أقل شوية اللي هي 18، بالتالي اقسمه على بعض يطلع الرقم 1.78 وهو بعيد عن الرقم اللي بدينا فيه 1.49. أحاول محاولة أخرى، إذا هذه محاولة مش صحيحة أو محاولة فشلت معي على 20، بنروح لما دلتا أو على V تساوي 30، يعني في هاي المنطقة راح أخذ هذا الخط وأعمل نفس الحكاية من هون من نقطة التقاء هذا الخط مع تريبلت T1G، بعمل إسقاط بلاقيها 41، بعمل إسقاط كمان من نقطة التقائه مع تريبلت T2G لهون بلاقيها 28، يطلع معي الجواب 1.46، هي قريبة جدا من هاي. إذا أبدأ الآن أراوغ في هاي المنطقة حول 30، يا أما أزيد يا أما أقل مني أحصل على الرقم 1.49. حاول محاولة ثالثة، هذه ما زبطتش معي 100%. محاولة ثالثة بروح على الرقم 29. الرقم 29 يا جماعة يجيهم تلاحظوا معي هون الرقم 29، أعمل مع نفس الحكاية، أخذ الرقم هذا ألاقي 40، أخذ الرقم هذا ألاقي 26.9 أو 27، يلاقي الرقم فت مع الرقم اللي موجود هون 1.4. أظني أحاول من أحصل على الرقم نفسه، يعني 26.7 ممكن 27.8 27 ثمانية أحصل على الرقم نفسه، لأنه هذه مش دقيقة 100% المصدر راح تكون، فأنتم أهم شيء تحفظوا على هاي الأرقام بشكل. إذا الحل المعتمد اللي راح نعتمده هو وين؟ هو عند دلتا أوكتاهيدرال أوفر P إيكوال 29. إذا هذا الحل هو إيش؟ هو الصحيح، وبالتالي راح نستخدمه في إيجاد دلتا. When E2 over B تساوي 40، طبعاً هاي E2 over B، خذنا من الحل اللي اعتمدنا E2 over B 40، إذن E2 طبعاً 25600، إذن B شو راح تساوي؟ B راح تساوي E2 على 40 اللي هي 25600 على 40، يطلع 640، يطلع معي رقم.
الآن بجرب E1، هذا قيمة E1 over B، هنا كم طلعت معنا؟ 26.9، قلت لكم حافظوا عليها 26.9، بعوضها هون 26.9، بقسم E1 اللي 17000 على 26.9، بيطلع معي أيضا B. إذا تطابق هذول الرقمين، هذا الرقم اللي جاي مخلوع، هذا الرقم اللي جاي مخلوع الثاني، يكون قيمة B صحيحة، أعتمد أن هذا الرقم هذا ثابت B وبالتالي أنهي. خلاص آخر شيء فاينالي برجع على القانون نفسه اللي هو هذا القانون، اللي هو هذا القانون دلتا اوف تهيدرال اوفر بي اللي هو على الاكس اكسس تساوي 29، صار معي بي صار معي 29، بضرب تبادل بجيب دلتا اوف تهيدرال 18 على 600 سنتيمتر ماينس 1. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا التطبيق فلورسنس ما راح احكي عليه في هذا الفصل، اوكي اشتريها.